بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لنا: الصدق خير كله. أذكركم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، بالصدق في الفعل والقول والعمل، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلوا عليه وسلموا تسليما.